معلش اتفضل انا اسف اذا كنت بقاطع حضرتك، ولكن اتفضل. الحقيقه يمكن انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا. اولا طبعا انا يعني بحيي كل المشاركين في هذه الجلسه، معالي وزير التعاون الدولي وكل المؤسسات الدوليه ورجال القطاع الخاص اللي موجودين معانا. ويمكن انا عايز هنا اوضح حاجه مهمه جدا، ان دائما كان الانطباع اللي مترصد عند المصريين وحتى القطاع الخاص ان التمويل الاجنبي اللي بيبقى بالاقتراض الميسر او حتى القروض الخارجيه هو الحكومه هي فقط اللي بتستحوذ عليه. بينما هنا احنا دور مهم جدا يمكن ناس كتيره ما تعرفوش، ان الدوله المصريه بتساعد القطاع الخاص انه يحصل على قروض من مؤسسات تمويل دوليه بشروط ميسره، من خلال انه بيدخل في مشروعات كبيره الدوله بتطرحها، زي مشروع بنبان. لما احنا طرحنا هذا المشروع ان ده مشروع استراتيجي للدولة، ده مكن العديد من شركات القطاع الخاص ان هم يقدروا من خلال برضو الدعم الدولة ان هم يروحوا ويتفاوضوا مع مؤسسات اقراض دولية ويجيبوا تمويل ميسر يقدروا بيه ان هم ينفذوا هذا المشروع. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان احنا امبارح في العرض قلنا ان رؤيتنا كدولة الفترة الجاية هو التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال المشاركة أكثر مع القطاع الخاص. إحنا ما نقدرش نوقف تنفيذ مشروعات قومية لأن الدولة محتاجاها، ولكن اللي إحنا بنقوله عايزين القطاع الخاص يشارك معانا في تنفيذ هذه المشروعات. وخلينا نحدد قطاعات واضحة تماما بالنسبة لنا الفترة الجاية دي أولوية أولى عشان القطاع الخاص كله يبقى عارف وحتى المؤسسات الدولية. احنا بنتكلم على مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء. دي النهاردة يعني قطاعات مهمة جدا ان احنا نتحرك فيها وان احنا نشارك القطاع الخاص، وبالفعل وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقات إطارية مع العديد من التحالفات عشان تتنفذ هذه المشروعات، والقطاع الخاص هو اللي ينفذها، وبنساعده من خلال هذه المشروعات والإعلان عن هذه المشروعات إنه يتفق مع مؤسسات زي الاي اف سي، زي اي مؤسسات اخرى الاي بي ار دي وخلافه، إنه ياخد قروض ميسرة وينفذ بها هذه المشروعات. فعندنا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، عندنا قطاع تحلية المياه ومعالجة المياه، لأن ده بعد استراتيجي كلنا عارفين تحدي المياه لمصر، واحنا الدولة المصرية ناوية انها تتوسع بقوة في هذه المشروعات. موضوعات النقل، مشروعات النقل الكبيرة، النقل الجماعي بالذات، وقلنا هذا الكلام احنا بنرحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطوط او مشاركة مع الدولة في خطوط النقل الجماعي الكبيرة. مشروعات المواني الجافة، بالفعل مشروعات المواني الجافة اللي بتتنفذ النهاردة في مصر بمشاركة القطاع الخاص في الأساس، وحتى المواني البحرية احنا النهاردة على أتم استعداد لمشاركة شركات، وبالفعل وقعنا شراكات مع القطاع الخاص عشان يجي ويدير ويشغل معانا هذه المشروعات. مشروعات الصحة والتعليم، المشروعات الأخيرة المشروعات الصناعات الكبيرة. احنا الدولة المصرية تحتاج، وزي ما قلنا قطاع الصناعة قطاع مهم جدا، مجالات انا بدي أمثلة، البتروكيميكالز، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، كل ده نقدر كدولة من خلال الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص ان احنا نساعده ان هو او يعني نبقى احنا كمان معاه فيكل زي ما بنقول، ومساعد ان هو يتفاوض مع مؤسسات دولية ونجيب له قروض ميسرة علشان ان هو يقدر يمول هذه المشروعات بما لا يحمل. لان حضرتك هتسألني طب انت كدولة مستفيد ايه؟ لا، مستفيد كتير، ان لما القرض بيجي والنهاردة يبقى جاي وفي فترات سماح طويلة وفايدة قليلة وبيسدد على مدى زمني طويل، ده بيساعدني في إيه؟ في إن الخدمة أو المشروع ده لما يتعمل تكلفة تشغيله هتبقى أقل، وبالتالي أنا كدولة هبقى مستفيد من هذا الكلام. دي نقط مهمة جدا لازم كلنا كمواطنين نعرفها، وإحنا بنأكد عشان كده لما بقول إن عايزين مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قومية، أنا أهو بقول بعض نماذج الأولويات، واحنا عايزين القطاع الخاص المصري والاجنبي يشارك معانا، وبنقول للمؤسسات الدوليه دي اولوياتنا. فده جزء من اللي احنا بنتكلم عليه الفتره الجايه، واللي انا باكد عليه ان احنا ده دور مهم جدا كل مؤسسات الدوله بتشتغل عليه. طب يا فندم اسمح لي بسؤال، لو بنتكلم في التحديات القائمه في العالم
نقدر إزاي برضو اللي يبقى فيه تعاون وثيق ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومة المصرية رغم التحديات اللي موجودة في العالم من تحديات اقتصادية صعبة جدا؟ بص يا فندم، كل دولة النهاردة ليها خصوصيتها في التعامل مع التحدي العالمي. التحدي العالمي ده موجود على مستوى العالم كله وكل الدول متأثرة، بس كل دولة تختلف ظروفها عن التانية. دول خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة هي أعلنت إن دورها الوحيد، وسمعنا وشفنا تويتات لزعماء في العالم بيقولوا إحنا دورنا الوحيد الإبقاء على يعني ما هو الوضع على ما هو عليه، وإن إحنا بس نلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن من أكل وشرب وإنه يدفع الفواتير. ده اتقال صراحة، بس دي في دول مستقرة. مصر دولة شابة ودولة بتنمو عندها عدد سكان كبير، كل سنة أنا محتاج أوفر ما يقرب من 1,000,000 فرصة عمل جديدة بعيداً عن الأزمة العالمية. أنا بتكلم هنا يعني إحنا محتاجين النهاردة نخلق حجم فرص عمل كل سنة، كل سنة مش بتكلم على مدى زمني معين، ما يقرب من نقدر نقول 800,000 1,000,000 فرصة عمل جديدة، لأن كل سنة بيدخل لي هذا العدد في سوق العمل. مطلوب مني كدولة أن أبقى مطمن أن شبابنا هيلاقي هذه الفرصة، وإلا هلاقي أن الموضوع أن نسب البطالة تبدأ تزداد. إحنا عملنا هذا الكلام على مدار الفترة اللي فاتت، والدولة توسعت في الاستثمارات العامة والإنفاق العام، هدفه الأساسي التشغيل. في فترة البلد نفسها كانت بتواجه اضطرابات شديدة جداً، وبالتالي كان من الظلم إن أنا أحمل القطاع الخاص أقول له ادخل مول أنت لوحدك، في ظل هو شايف إن أوضاع غير مستقرة في بلد عمالة تعاني من اضطرابات سياسية واضطرابات اقتصادية وإرهاب وكل الكلام ده، فبالتالي هو طبيعي جداً إن هو يتخوف إنه يقدم على أي توسع. فما كانش فيه بديل غير إن الدولة المصرية اللي تدخل بمؤسساتها عشان تمول هذه المشروعات القومية. طب احنا بنقول النهاردة، ويمكن سيادة الرئيس قال امبارح، طب احنا الحمد لله على الأقل في استقرار النهاردة، استقرار سياسي، استقرار أمني، والدولة بقت خلاص مستقرة، لكن تبقى البعد الاقتصادي. النهاردة اللي احنا بنقوله للقطاع الخاص، لو انت قادر انك توفر 1,000,000 فرصة عمل، احنا كدولة هيبقى دورنا ان احنا بندعمك بالكامل بكل الإجراءات اللي انت عايزها، واحنا هناخد الخطوة للخلف. وانا بقولها بوضوح شديد، تقدروا ان احنا نوفر 1,000,000 فرصة عمل في السنة من خلال مشروعات القطاع الخاص؟ ده هدفنا كدولة وحنساعدكم على هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت، حتى واحنا عارفين ان ده بياخد وقت ومتدرج، مستحيل ومن الظلم ان انا اطلب هذا الكلام يحصل في خلال سنة، ده بياخد وقته عشان يقدر القطاع الخاص ان هو يقوم بهذا الدور. احنا بنقول حنستمر في مشروعاتنا، ولكن تعالى ويبقى في شراكة مع القطاع الخاص ونشتغل مع بعض بهذه المنظومة، وفي نفس الوقت نطلب من مؤسسات التمويل الدولية أنها بتتح لنا لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التمويل الميسر اللي يساعدنا في أن هذه المشروعات تبقى زي ما بيتقال كده البيزنس موديل بتاعها ناجح وقائم على مقومات النجاح والاستمرارية. فدي نقط مهمة جدا كرسائل إحنا بنقولها النهاردة، حرصين كل الحرص مرة أخرى، لازم في هذه المرحلة القطاع الخاص يقوم بدور أكبر وإن هو يشتغل أكتر معانا كدولة علشان نعدي هذا التحدي. أنا عايز أقول حاجة بس مهمة جدا، يعني معالي وزيرة التعاون، معالي وزيرة التخطيط، معالي وزير المالية، كانوا لسه راجعين من اجتماعات سنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في ضوء الأزمة العالمية اللي موجودة، وقف العديد من كبار المسؤولين في دول العالم الغربي والمتقدم وقالوا إن إحنا الفترة الجاية سياستنا إن إحنا هنزيد من الاستثمار الحكومي والاستثمار العام في الاقتصاد، لأن القطاع الخاص مش هيقدر في ظل الأزمة العالمية لوحده إن هو يقدر يمول أعمال التنمية. يعني اللي أنا عايز أقوله، إحنا خدنا بالمنهجية اللي النهاردة بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة بتقول إحنا مضطرين نروح لهذا الموضوع في خلال الفترة الجاية علشان الأزمة العالمية اللي العالم بيواجهها.
فاللي أنا بأكد عليه، إحنا كدولة حريصين كل الحرص مرة أخرى، هذه هي رسالة، وهدف المؤتمر ده كله عنوانه خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية، بمعنى أن أنا عايز أعظم دور القطاع الخاص، وقلنا أن إحنا حاطين مستهدف أن استثمارات القطاع الخاص تنمو بصورة متسارعة في الثلاث أربع سنين الجاية، ويرجع تاني زي ما كان هو اللي بيقود عملية التنمية والاستثمار. وبالتالي إحنا دورنا الفترة الجاية هو أن إحنا ندعم ونعمل معا في هذا الموضوع بكل الوسائل الممكنة اللي تمكن، ومنها توفير التمويل الميسر من خلال الشراكة معاه، وإن إحنا نروح مع بعض لهذه المؤسسات الدولية ونقول لهم يعني عايزين ناخد فرص تمويل ميسر عشان القطاع الخاص المصري والأجنبي يعرف ينفذ هذه المشروعات اللي في الآخر بتفيد المواطن المصري وبتفيد الدولة المصرية. بشكر حضرتك دكتور مصطفى مدبولي.